مرسول الحمض النووي الريبي مسنجر RNA. يختلف الحمض النووي DNA عن الحمض النووي الريبي. الحمض النووي أو حمض الديوكسي ريبونيوكليك DNA هو المادة الجينومية في الخلايا التي تحتوي على المعلومات الجينية المستخدمة في تطوير وعمل جميع الكائنات الحية. الحمض النووي DNA جنبا إلى جنب مع الحمض النووي الريبي RNA والبروتينات هو واحدا من الجزيئات الكبرى الثلاثة الضرورية للحياة. فكر في الحمض النووي ككتاب طبخ عملاق، فهو يحتوي على جميع الوصفات التي تحتاجها خلاياك لتعمل. يتمثل دور مرسول الحمض النووي الريبي mRNA في نسخ وصفة من كتاب الطبخ ثم إحضارها إلى جزء الخلية الذي يستخدمها لبناء البروتين. يحمل مرسول الحمض النووي الريبي mRNA اسما مناسبا لأنه يعمل بالفعل كمرسول لنقل الوصفة المنسوخة من كتاب الطبخ DNA إلى الشيف الرايبوزوم، حيث يمكن اتباع الوصفة.